ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الدايناميت شريمب او الجمبري بالسبايسي صوص. بعد ما ننظف الجمبري كويس ونغسله لازم ننقعه شوية في الخل عشان يشيل منه اي ريحة مش حلو. بعد كده هنتبل الجمبري بالملح وبالكمون وبالليمون ونقلبه كويس ونخليه من 10 دقايق لربع ساعة. دلوقتي هنغلف الجمبري بطبقة كويسة من الدقيق. عشان نحضر الصوص هنحتاج سيراتشا او ممكن اي صوص سبايسي مع توم، وهنحط مع مايونيز والسويت اند تشيلي صوص ونقلب كويس. هنقلي الجمبري في زيت سخن ونهدي النار عليه شويه لحد ما يستوي ويبقى لونه ذهبي، وبعد كده نطلع الجمبري من الزيت على الصوص على طول عشان الصوص يمسك في الجمبري. لو حابين ممكن نقدمه زي المطاعم مع ورق الخس والكرنب ونزينه بالبصل الأخضر. الأكلة دي ممكن ناكلها كأبيتايزر أو ممكن طبق رئيسي مع رز صيادية وسلطة. وبألف هنا وشفا.